يقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي الذين اتبعوهم بإحسان أي لازموا الإحسان، أما إذا لم يحسنوا فهؤلاء ليسوا بتابعين بإحسان. وليس المقصود بالتابعين لهم بإحسان اللي هو التابعي الذي رأى الصحابي أو التقى بالصحابي، لا، وإنما المقصود بالتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، فندخل نحن فيه، نسأل الله أن يجعلنا كذلك سبحانه وتعالى. كما قال الله تبارك وتعالى لما ذكر الفيء سبحانه وتعالى، قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم، فيدخل في هذا التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنحن كذلك نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأسأل الله تبارك أن يلعن من يسبهم ويطعن في دينهم ويكفرهم ويؤذيهم، رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم.